اليوجينول هو المكونات الرئيسية في زيت القرنفل، لديه كتلة مولية مقدارها 164.2 غرام لكل مول، و73 و14% بالمئة من الكربون، وهو 7.37% من الهيدروجين، وما تبقى هو الأكسجين. ما هي الصيغ المجملة والجزيئية للإيجينول؟ الصيغة المجملة أبسط نسبة من الذرات في الجزيء، وسنرى هذا في ثانية. وصيغة الجزيئية هو العدد الفعلي للذرات في الجزيء. إذا لنرى إذا كان بإمكاننا إيجاد ذلك. إذا أول جزء من المعلومات التي أعطينا إياها الكتلة المولية من إيجينول وهو 164.2 غرام لكل مول. إذا فقط لتبسيط الأشياء في رؤوسنا، دعونا نفترض فقط أن لدينا 1 مول من الإيجينول. نفترض فقط أن لدينا 1 مول من الإيجينول، وكنوع من تجديد المعلومات المول هو رقم كبير، إنها كقولنا لدينا 1,000,000 جزيئات من الإيجينول، ولكن المول هو مجرد عدد أكبر. ونعرف أن الكتلة المولية من الإيجينول إذا كان لدينا العدد من جزيئات الإيجينول، ثم لأن لدينا 1 مول ونحن نعلم ذلك، سيكون لدينا كتلة من 164.2 غراما. طريقة أخرى للقول هذا أن لدينا 164.2 غراما من الإيجينول. الآن أعطينا التكوين، أعطينا نسبة الكربون، ما هو الهيدروجين، وما تبقى هو الأكسجين. حتى لو افترضنا أن لدينا مول من الإيجينول، ونعلم أن مول سيكون له كتلة من 164.2 غراما، ويمكننا فقط استخدام النسب المئوية لمعرفة ما هي الكتلة من الكربون والهيدروجين والأكسجين. إذا لنجد هذا، إذا لنبدأ من هذا، إذا 164.2 غرام من الإيجينول، إذا 164.2 غرام من الإيجينول ضرب، سأستخدم لون آخر، ضرب 73.14% بالمئة، وهذا يدلنا على كتلة الكربون الذي نتعامل معه. إذا لنجد هذا، إذا كتلة الكربون، سأستخدم الحاسبة هنا. حسنا، لدينا 164.2 ضرب 73.14%، هي نفسها 0.7314. إذا لدينا 120.1. لنعتمد هذا. حسنا، لدينا 4 خانات مهمة في كل من هذه الأرقام. إذا لنعتمد 120.1 غرام من الكربون. إذا هذا 120.1 غرام كربون، الآن لنقوم بنفس الشيء بالنسبة للهيدروجين والأكسجين. إذا لدينا 164.2 غرام من الإيجينول ضرب ما هي النسبة المئوية لتكوين الهيدروجين؟ إنها هنا 7.37%، إذا ضرب 7.37%. ماذا سيساوي هذا؟ لنستخدم الحاسبة. إذا لدينا 164.2 ضرب هذه 7.37%، ونحصل على 12.1. إذا لدينا 12.1 من الكربون.
ولم تعطى لنا بوضوح نسبة تكوين الأكسجين، لكن يمكن معرفتها بسهولة كبيرة لأننا نعلم أن كل ما تبقى هو الأكسجين. إذا يمكن أخذ كتلة الكربون، كتلة الهيدروجين، آسفة هذه ليست غرامات الكربون، هذه غرامات الهيدروجين. يمكن أخذ كتلة الهيدروجين، كتلة الكربون، نطرح كلاهما من 164.2، وأيا كان المتبقي سيكون الأكسجين. إذا لنقوم بهذا هكذا، ويمكن معرفة النسبة المئوية للأكسجين لأن كل هذه يجب أن يكون مجموعها 100%، ومن ثم نضرب ذلك. إذا لنقوم بهذا، إذا إذا كان لدينا مول من الليجنول هو 164.2 غرام، أوجدنا فقط هذا، و 120.1 من الغرامات الكربون، وهذا 12.1 من غرامات الهيدروجين، إذا ما تبقى لدينا، لدينا بالضبط 32 غرام من الأكسجين. إذا ما تبقى لدينا عندما نطرح هذين من بعضهما، سأكتب هذا بالأخضر، تبقى لدينا 32 غراما من الأكسجين. إذا إذا كان لدينا مول وله كتلة 164.2 غرام، وإذا فرقنا هذا من قبل الكتل من الجزيئات المكونة لها، حيث 120 غرام من الكربون، 12 غرام من الهيدروجين، و32 غراما من الأكسجين، الآن ما يجب عمله هو إيجاد عدد المولات من الكربون وهو هذا، كم عدد المولات من الهيدروجين هو هذا، وكم عدد مولات الأكسجين. وقد يكون هذا الشيء يجب أن تحفظه عند نقطة معينة لأن هذه أكثر ثلاثة عناصر شيوعا ممكن التعامل معها. وكتجديد للمعلومات، يمكن النظر في أي جدول دوري للكربون، سترى في الجدول الدوري أن الذرة هي حسنا معظم الجداول الدورية ستعطيك الوزن الذري، وهو متوسط الموزون من النظائر المختلفة من الكربون، لكن بشكل عام الوزن الذري أو المتوسط الموزون من الكتل الذرية من النظائر المختلفة، لكن الكربون تتذكر الوزن الذري هو قريب من هذا وهو 12 وحدة، 12، وهذا يعني أن الكربون لديه كتلة مولية من 12 غرام لكل مول. أو إذا كان لديك مول من جزيئات الكربون سيكون له كتلة من 12 غرام. سنقوم بنفس الشيء للهيدروجين وللأكسجين. الهيدروجين لديه إذا أخذت نظير واحد كنت تأخذ من المعدل الموزون الوزن الذري أو الكتلة، تعتمد على أي واحد تستخدم وهو قريب جدا من الواحد. إذا الكتلة المولية للهيدروجين هو 1 غرام لكل مول. هناك بعض الكسور العشرية إذا بحثت عنه، فقط تذكر الكربون هو 12، الهيدروجين هو 1، ومن ثم الأكسجين هو 16. إذا الأكسجين تقريبا 16 وحدة، 16 الكتلة الذرية له. أعتقد إذا كنت تأخذ النظائر محددة الكتلة الذرية، إذا كنت تأخذ المتوسط الموزون الوزن الذري، وهذا يعني ذلك الكتلة المولية وهي 16 غراما لكل مول. الآن لدينا عدد من الغرامات من الأكسجين والهيدروجين، إذا الآن يجب علي استخدام هذه المعلومات لإيجاد عدد المولات هنا. إذا لنقوم بهذا، إذا هذه 12 غرام لكل مول،
لكن نريد أن نقسم على الغرامات، لأننا نريد هذا الغرام أن يختفي من البسط. إذن ما يمكن عمله إذا كان 12 غرام لكل مول؟ هذا نفس الشيء كواحد مول لكل 12 غراما. كل ما قمت به أخذت المقلوب لهذا إذا كان لدينا 12 غراما، وهذا صحيح إذا كان لدينا واحد مول لكل 12 غراما والغرامات تحذف، ويتبقى لدينا 10.1 تقسيم 12، وهو قريب جدا للعشرة. إذن هذا يساوي 10 مول من الكربون، 10 مول من الكربون. إذن نعلم كم عدد المولات من الكربون لدينا في مول من الليجنول. الآن لنقوم بالهيدروجين. حسناً، سأقوم بالضرب هنا. إذن هنا لدينا مول من الهيدروجين. إذا أخذنا المقلوب لهذا أو فإن لديه كتلة من 1 مول. حسناً، هذا يمكن ضربه. إذن حرفيا لدينا يمكن القول 12.1 مول من الهيدروجين، لكن بسبب بحثنا عن صيغ هذا قريب جدا لل 12. إذن يمكن القول 12 مول من الهيدروجين. وفي النهاية لدينا الأكسجين ولدينا مول واحد من الأكسجين لكل 16 غراما من الأكسجين. حسناً، 32 مقسومة على الغرامات تحذف بالطابع. وحسناً، 32 تقسيم 16 يساوي 2، إذن هذا يساوي 2 مول من الأكسجين. إذن إذا كان لدينا مول من الليجنول، لدينا 10 مول من الكربون و12 مول من الهيدروجين و2 مول من الأكسجين. إذن الآن لدينا النسبة، أو يمكن أن تفكر في هذا، إذا كان لدينا جزيء من الليجنول سيكون لدينا 10 من الكربون، 10 من الكربون، لدينا 12 هيدروجين، 12 من الهيدروجين، ولدينا 2 أكسجين، وانتهينا. هذه الصيغة الجزيئية، لدينا لكل مول يمكن التفكير به في المولات وهو رقم كبير، أو يمكن أن نفكر في هذا، لكل جزيء من الليجنول لدينا 10 جزيئات كربون، 12 جزيء من الهيدروجين و 6 جزيئات من الأكسجين. هذه هنا هي الصيغة الجزيئية. وصيغة المجملة بالضرورة تأخذ هذه النسبة لأبسط الأطراف، وكل من هذه لديها عامل مشترك وهو الاثنان. إذن الصيغة المجملة empirical formula، الصيغة المجملة نحن نضع هذه النسبة في أبسط الأطراف، إذن يمكن تقسيم كل منهم على 2، لنقسم إذن على 2، ولدينا يصبح لدينا 5 كربون و 6 هيدروجين و 3 أكسجين. هذه ليست حسنا، لنوضح هذا هنا. يجب مسح الكثير من الأشياء لنصل إلى هناك. ها هو، هذه كانت 2 أكسجين، لا أريد أن أقوم بهذا الخطأ. شاهدنا لدينا 2 مول من الأكسجين، كيف وضعت 6؟ إذن هذه الصيغة الجزيئية ستكون، هذه المولكيولار فورميلا، صيغة الجزيئية، آسفة على هذا الخطأ. والصيغة المجملة، الصيغة المجملة ستكون empirical formula، ستكون على الأقل 2 ما زالت هنا. إذن نقسم الكل على 2 ونحصل على الباست، أبسط نسبة لكل منها، 5 كربون، لدينا 6 هيدروجين، ولدينا 1 أكسجين،
ولدينا واحد أكسجين، أو ممكن وضع واحد هنا إذا أردت، وانتهينا. أراكم في الفيديو التالي، إلى اللقاء.